هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا بنت قبيلية وعائلتي وقبيلتي معروفة بالمنطقة اللي إحنا ساكنين فيها، ويعتبر أبوي من كبار القبيلة والناس مرة تحترمه، وأبوي أصلا إنسان حيل طيب وإنسان دايما يبادر ويساعد الناس. أما عن أمي، أمي ربت بيت وما تطلع من البيت أصلا، بس عندها صحباتها وجيرانها دايما يجونها ويتعازمون، هي تروح لهم وهم يجوها. أما أخواني، عندي أخين فهد وماجد. فهد هو أكبر واحد فينا ويشتغل مع أبويا. أخواني الاثنين كلهم متزوجين، فهد متزوج من بنت عمي. أما ماجد أخويا، ماجد هو المظلوم فينا بسبب شيء واحد، انه اخوي ماجد حب واحدة من قبيلة ثانية وجاء قال لابويا وامي. طبعا ابويا اول ما عرف انه البنت هذه من القبيلة هذيك رفض رفض قاطع، وما جينا بس على الرفض، ابويا اعطاه كف على ذا الشيء. واحنا لحد الحين ما ندري ليش ابوي رفض انه اخوي يتزوج من هذيك القبيلة. اخوي ماجد يا جماعة الخير انسان كتوم، ساكت طول الوقت ما يتكلم، ما عليه في أحد، هو بار جدا بأمي وأبوي، مستحيل يسوي شيء ما يرضي أمي وأبوي حتى لو على حساب مستقبله، يقول لهم طيب. طبعا بعد رفض أبوي القاطع من إنه أخوي ماجد يتزوج من هذه البنت، استسلم أخوي ماجد وتزوج من بنت شريك أبوي. كل هذا ليش؟ بس عشان ما يطلع من شور أبوي وتزوج هذيك البنت. وأنا أقسم بالله يا جماعة الخير كل ما أشوف حياة أخوي قاعدة تصير من سيء لأسوأ، أو كل ما أشوف إنه مو مبسوط بزواجه أنقهر وأقول الله لا يحطني مكانه. طبعا أنا البنت الوحيدة لأهلي زي ما قلت لكم، ودائما يوم أبوي يفتح معاي موضوع الزواج كنت أقول له أنه أنا ما أفكر دحين أصلا بالزواج، وأبغى أكمل دراستي وأوصل للمكان اللي أبغاه بعدين أفكر أني أتزوج. والحمد لله وافق أبوي وكملت دراستي وتخرجت من الجامعة. وأساسا كنت ماخذ وعد من أبوي أنه ما يجيب لي طاري الزواج إلين ما أتخرج من الجامعة. في آخر ترم لي من الجامعة جاني أبوي بخبر صدمني، خبر ما توقعت أنه أبوي حيجي ويفتحوا معاي. وفعلا جاني أبوي قال لي أنه في واحد بيتقدم لي. أنا هنا يا جماعة الخير مخي وقف، ماني قادر أستوعب أنه أبوي إيش قاعد يقول. بعدين اتذكرت أنه أبوي صدق قبل ما أدخل الجامعة وعدني وقال لي ما حيفتح لي السيرة هذه إلا بعد ما أتخرج، وأنا باقي على تخرجي 6 شهور. وقال لي أبوي ما حيصير الزواج إلين ما تتخرجي من الجامعة. أنا هنا اتذكرت إنه أبوي احترم قراري ذاك الوقت، والحين أنا مجبورة ومضطرة إني أحترم قراره، ووافقت. وقلت لأبوي وقتها تمام أنا موافقة وحيصير مثل ما أنت تبي. وبعد شهر فعلا جونا أهل المعرس للبيت وتمت الخطوبة بحمد لله. بس اللي صار يا جماعة الخير إنه العريس رفض يشوفني رفض قاطع، أنتم مستوعبين؟ قال حتى اتصال ما أبي أكلمه، رفض إنه يكون بيننا أي تواصل. وهذا الشيء على كثر ما انه ضايقني، على كثر ما انه مخلي ابوي مرتاح ويفتخر فيه ويتمسك فيه اكثر. انا هذا الشيء صدمني، ما توقعت انه بيصير فيني انا نوف كذا، اني بيوم من الايام اتزوج رجال ما قد سمعت صوته ولا شفته. تحسرت على حياتي، تحسرت على الشيء اللي قاعدة اعيشه، وما توقعت اني حسوي او انه يصير معاي. تمت الخطوبة، وبعد الخطوبة ب10 ايام جانا اخوي ماجد زيارة، وبين السوالف وبوسط السوالف بيني أنا وأخوي ماجد وراني صورة وأشر لي على واحد، قلت له هذا مين؟ قام قال لي هذا عبد العزيز اللي حيصير زوجك. أنا صنمت يعني بصراحة، ما في شيء، وسيم جميل ما شاء الله مو ناقص شيء، بس كيف حيكون تفكيره كده؟ كيف شخصيته يعني لهالدرجة؟ حتى صوته ما سمعته، هذا بس مجرد صورة أنا قاعدة أشوفها بجوال، وجوال مين؟ جوال أخوي. انصدمت، ماني عارفة كيف تفكيره وكيف طريقة كلامه وكيف حركاته. يعني حعيش مع هذا الإنسان في بيت واحد في سقف واحد؟ هذا اللي صدمني. المهم أنا ما كبرت الموضوع وقتها وأخذتها إنه عادي مو مشكلة، إن شاء الله الجاي حيكون أحلى وخير بإذن الله. المهم بعدها ب3 شهور تخرجت، بعدها ب6 شهور حددوا الزواج، وعرفت من أمي إنه العريس عبد العزيز هو اللي طلب إنه الزواج يصير بعد 6 شهور. المهم تزوجنا وكذا وخلص الزواج. وبعد ما تزوجنا ورحنا بيتنا في أول ليلة زواجنا، أنتم متخيلين إيش اللي صار؟ عبد العزيز ناداني وقال لي تعالي يا قمر، ناداني باسم بنت ثاني. أنتم مستوعبين الشيء هذا؟ تخيلوا، حطوا نفسكم مكاني، في أول ليلة زواجك يناديك باسم بنت ثاني، والبنت هذه ما هي أخته.
بس أنا ما شخصنت الموضوع ولا فكرت بتفكير سلبي، قلت مو مشكلة يمكن تعبان، وحاولت أمسك نفسي. ومرت ذيك الليلة على خير، وبعد زواجنا بشهر دقوا أمي وأبوي وعزمونا لعندهم. رحنا عندهم وجلسنا أنا وأمي وأبوي وعبد العزيز في المجلس، وإحنا قاعدين نسولف قامت أمي راحت المطبخ على أساس إنها تجهز العشاء. وإحنا قاعدين اللي لاحظت نظرات أبوي وعبد العزيز غريبة، نظراتهم ما تطمن. فجأة وإحنا جالسين قام قال لي أبوي روحي ساعدي أمك في المطبخ يا نوف. أنا قلت ما له داعي، أمي عندها شغالتين أوريدي ما تحتاجني. هنا أبوي أصر وقال لي يا نوف روحي ساعدي أمك، أبغى أتكلم مع عبد العزيز لحاله. أنا هنا قمت في راسي مليون سؤال، إيش الشيء اللي قاعدين يخبوه عني؟ إيش الشيء هذا اللي أبوي خلاني أقوم أروح المطبخ وأساعد أمي، وأمي أصلا عندها شغالة. المهم مرت ذيك الليلة بخير ورجعنا لبيتنا. أنا دخلت الغرفة وهو جلس في الصالة. طبعا أنا أفكار تأخذني وتوديني، الرجال هذا غريب، الرجال هذا فيه بلا، بس إيش هو أنا ماني عارفة. دخلت غرفتي وهو أقسم بالله واصلة معاه هنا، مو قادر يتحملني ولا يتحمل إنه هو يكون تحت سقف واحد معاي. طبعا أنا ما سكنت في بيت لحالي، سكنني بنفس فلة أهله، فلة أهله كبيرة مرة، الدور الثاني كله لي أنا وعبد العزيز، وأمه ساكنة في الدور الثالث والباقي ساكنين في الدور الأول، يعني ما نشوف بعض. اللي عجبني في عبد العزيز يا جماعة الخير إنه بار في أهله خصوصا مع أمه، يعني يشوف أمه جوهرة ما يشوف أي شيء ثاني غير أمه، ومهما أحد غلط أمه هي الصح، يروح يجي ويجيب لها هدايا وطلعات، حاط أمه في عيون الثنتين، وهذا اللي عجبني فيه. أغلب وقته معاها، يطلعون برا أو مرات يكون لحاله ويجي البيت متأخر. أسأله فين كنت؟ يقول كنت عند أمي، أو يقول كنت في الاستراحة مع العيال، ويضرب الباب ويدخل. أنا خلاص صرت ما أسأله وما أكتر كلام معاه، لأني قاعدة أشوف إنه إنسان مو طايقني، مو طايق كلمة مني، فخلاص ليش أكتر معاه أصلا. ومشت حياتنا أنا وعبد العزيز، وبروده جدا غير طبيعي، مستحيل أي اثنين متزوجين يعيشوا مع بعض الحياة اللي قاعدة أعيشها أنا مع عبد العزيز. مشت الحياة وأنا أحس نفسي غير مرئية، غير مرئية لعبد العزيز. الحياة اللي أنا قاعدة أعيشها ما أتمناها لعدوي، أكلمه ويرد علي بكلمة أو كلمتين فقط. يا جماعة الخير أنتم مستوعبين إنه غرفتنا ما نام فيها غير أول يوم زواجنا؟ بيوم من الأيام وأنا نازلة من الدرج، سبحان الله كنت دايما أنزل من الأسانسير، بس ذاك اليوم قررت إني أنزل من الدرج. طبعا أم عبد العزيز ساكنة بالدور الثاني وإحنا ساكنين في الدور الثالث، وأنا نازلة من الأسانسير شفت غرفة أم عبد العزيز مفتوحة على الباب، الباب كان مردود شوي، سمعت صوت أحد يبكي، والصوت هذا كان صوت عبد العزيز. قربت من الباب وطالعت بالفتحة الصغيرة اللي مردودة من الباب، إلا أشوف عبد العزيز قاعد يبكي وأمه قاعدة تهديه، قاعدة تقول له نوف بنت حلال وهي حتكون حاضرك ومستقبلك، أما قمر يا ولدي انساها، مالك مستقبل مع قمر، مستقبلك حيكون مع نوف. بعدها قالت له أسس حياة جديدة مع نوف ولا تكسر بخاطرها، قمر أبوك رفضها، مالك مستقبل معاها يا عبد العزيز. قالت له كده بالحرف الواحد. أنا هنا الأرض اللي كنت واقفة فيها صارت تدور علي، ما صرت أشوف الدرب، أقسم بالله يا جماعة الخير حسيت ودي إنه الأرض تنشق وتبلعني، ماني طايقة نفسي ولا طايقة المكان اللي أنا موجودة فيه. رحت أجري لغرفتي ودموعي سبقتني من القهر. يا جماعة الخير الفلة برودتها جدا عالية، بس أنا من القهر اللي كان فيني بديت أعرق. أول ما وصلت عند باب غرفتي أغمى علي، ما صحيت إلا وأنا على سريري وواقفة فوقي أم عبد العزيز. طالعت يمين ويسار أدور على عبد العزيز ما لقيته، صرت أبكي وأصرخ وأقول في نفسي عشان كده كان يصدني، عشان كده ما كان طايقني، الحقير هذا عشان كده كان يعاملني بالسوء هذا، أنا أستاهل كل هذا اللي قاعد يصير معاي. ما لقيت نفسي إلا وأنا ماسكة كتف أم عبد العزيز وأقول له ليش أنا هنت عليكم تسووا فيني كده؟ انت وولدك مبسوطين الحين انكم كسرتوا بخاطري، مبسوطين الحين انكم دمرتوني ولعبتوا في حياتي، ليش اذيتوني وزوجتوني ولدكم؟ دام في وحده ثانيه في قلب ولدك، دام في وحده ثانيه في راسه وفي عقله، ليه اخذني؟ ليش؟ اقسم بالله من صراخي يا جماعه الخير وبكائي شوي والغرفه يمكن تنهد فوق راسي. هنا أم عبد العزيز مسكت رجولي وصارت تبكي وتقول سامحيني يا بنتي، والله العظيم إني أشوفك حسبة بنتي وأحترمك، وإنتي على راسي وولدي يحترمك ويقدرك، بس إيش نسوي؟ أنا اللي خلاني شوية أهجد إنه خالتي ماسكة رجولي وقاعدة تبكي وتقول لي أمانة عليك لا تتركي ولدي عبد العزيز،
انت حاضر ومستقبل ولدي، ولا ارضى عليك ولا هو يرضى عليك انه احنا نكسرك في يوم. البنت هذه كانت ماضي عبد العزيز، وامانة عليك لا تكسر بخاطر ولدي وتتركيه. انت الوحيدة اللي تقدر تخليه انه ينسى ماضيه. انا هنا ما ادري ايش اسوي يا جماعة الخير. خالتي قاعدة تبكي ومنهارة، وانا قاعدة ابكي معاها. والله العظيم ما اتمنى لعدوي انها تعيش الموقف هذا. والله العظيم امه كسرت قلبي، قاعدة تترجاني وماسكة رجولي وهو مو متواجد. انا هنا نزلت ومسكت يدينها وقلت لها لا تخافي، انا ما حاكسرك ولا اكسر خاطرك زي ما سويتوا فيني انت وولدك، بس ابغاك توعديني انه ولدك يعوضني وما يجيب سيرة البنت هذيك مرة ثانية بلسانه، وابغاه يعتذر لي على كل معاملة سيئة عاملني فيها. طبعا هنا خالتي قالت لي تمام، اوعدك اوعدك انه يعتذر لك ويعوضك على كل نقطة دمعة نزلت من عينك. ومسحت دموعي ومسحت دموعها وقالت لي ارتاحي انت الحين، حسابي مع عبد العزيز جدا طويل. وراحت ونمت ذاك اليوم وانا مقهورة حرفيا، النوم اللي نمته ما يعتبر اني نمت اصلا. جاء الصباح وجاء عبد العزيز، امه نادته للغرفة وقالت له اعتذر منها قدامي الحين، اعتذر مني ووعدني انه ما عاد حيكرر الغلط هذا، وراح يعوضني ويعيشني العيشة اللي استاهلها والعيشة اللي تزوجني عشان انا اعيشها. مشت حياتنا ببرود مو طبيعي نهائيا. طبعا انا عايشة مع الادمي هذا وانا ادري انه في باله وتفكيره واحدة ثانية، بس مين ما اعرف، حرفيا ما عندي غير معلومة واحدة الا اسمها. دورت اسمها باهل عبد العزيز سواء بنات خالات وبنات اعمام وبنات خيلان، ما لقيت اسمها نهائيا، مو موجود اسمها. عبد العزيز يا جماعة الخير يحب امه زي ما قلت لكم، وما يرفض لها طلب دائما، ودائما يجيب لها ذهب وهدايا ورايح جاي بسبب وبدون سبب. اما انا ما يجي لي للبيت الا عشان يرتاح وينام ويغير وينكد عليه ويطلع. ومر سنة على زواجي من عبد العزيز. في يوم من الايام قررنا انا وعبد العزيز، او هو اللي قرر، وجاء فجأة فاجأني بدون نفسه بدون ما يطالع في عيوني حتى، وقال لي امشي نتعشى في المكان الفلاني. طبعا رحنا المكان الفلاني وكانت جالسة جنبنا بنت محتشمة محجبة، حرفيا مو باين منها غير عيونها ويدينها. عبد العزيز ما احكيكم عن نظراته لذي البنت، كان يطالعها الين ما قلبه فرفج وفز وطار من مكانه. طبعا البنت انتبهت له انه قاعد يطالعها بطريقة تخوف، وقدامي قاعد يطالعها كده. قامت البنت بنفس اللحظة وطلعت من المطعم كله، حتى ما غيرت مكانها من الخوف. البنت أول ما قامت يا جماعة الخير وطلعت من المطعم، مستوعبين إنه عبد العزيز قام وراح وراها يجري، عارفين قام كأنه أحد يقول له روح ألحقها. ساعة كاملة هم الاثنين مختفيين من قدامي وأنا جالسة بقهري ولا أقدر ألحقهم لأني ما أدري فين اختفوا. المهم رجع لي بعد ساعة تماما وقال لي امشي. مشيت أنا والله العظيم إذا أحد لمسني كده أنفجر حرفيا. ذاك اليوم اذا عبد العزيز قال لي اه كنت حكسر السيارة فوقه، ما احترمني وانا اللي نسيت ماضي ولا رضيت اني افتش وراه، ما احترمني وانا عايشة معاه رغم اني عارفة انه في باله وتفكير وقلبه مع واحدة ثانية. مر اسبوع على ذيك الحادثة، وانتم متخيلين انه في هالاسبوع عبد العزيز صار شارد ولاهي وتفكيره مو معاه، وفجأة يبتسم من نفسه، بس ورا هالابتسامة قهر يا جماعة. سنة وأنا ما شفت الجانب المبتسم هذا من عبد العزيز، سنة وهو منكد علي ووجهه أقسم بالله فيه كمية قرف وقهر وكل شيء سيء تجاهي. أنا في حياتي ما صار معاي كذا، لو عشت في بيت أهلي معززة مكرمة. طبعا خلونا نرجع للأحداث ورا شوي. تتذكرون يوم أغمى علي وأمه قالت لي إنه عبد العزيز بيعتذر لك؟ ذاك اليوم كمان أم عبد العزيز قالت لي إنه عبد العزيز يعشقها عشق مو طبيعي لمدة 10 سنوات. 10 سنوات أنتم متخيلين انه عبد العزيز يحاول في امه وابوه انه يخطبوا له البنت هذه وهم رافضين بسبب انه البنت من قبيلة ثانية، يعني هذا هو كان الرفض. بس قبل ما يخطبوني او يتقدموا لي بشهر عبد العزيز ترك البنت هذه اللي اسمها قمر، مو لانه عبد العزيز ما يبي يتزوجها، عبد العزيز تقدم لي بس عشان ما يرفض لاهله طلبهم ولا يزعلهم ولا يبغى انهم يغضبوا عليه في يوم القيامة. انا عندي قناعة تامة اني ما حاقدر مهما سويت اني امحي من قلب عبد العزيز او من تفكير وحب 10 سنوات، بس شلون اطلع من هالعلاقة بقلب مجبور وبضمير مرتاح وانفصل عنه؟ والله العظيم يا جماعة الخير اني محتارة. وبعد كل هذا ازيدكم من الشعر بيت. ام عبد العزيز قالت له انه ابويا كان يعرف بهذا الشيء، يعني من يوم تقدم لي عبد العزيز وابوي كان يعرف ان الانسان هذا تفكيره وباله وقلبه ما حيكونوا مع بنته، حيكونوا مع ماضي. وما قال لي. انا اللي قهرني اكثر وخلاني اصمل على الانفصال انه حتى ابويا كان له يد بدا الشيء، ما جاء في بالي الا اخويا ماجد. تتذكرون
في بداية قصتي إني قلت لكم إني متحسرة على حياة أخوي ماجد، لأنه أبوي رفض إنه يتزوج البنت هذيك لأنها بس من القبيلة الفلانية. نفس اللي صار معاه صار معايا أنا وأخوي ماجد، انظلمنا في حياتنا. ما شفت يوم بحياتي سعيد، يوم أقدر أقول إني الحمد لله اخترت الشخص الصح، يوم أرتاح فيه وأنام نومة مريحة. أتمنى من كل أحد يشوف قصتي يكتب لي حل ويقول لي أنا إيش أسوي الحين، وإيش المطلوب مني، وكيف أطلع من هالعلاقة أو من هالزواج بدون أضرار لنفسيتي وبدون لا ينكسر خاطري أكثر من ما هو مكسور. بس انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة. إذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الانستغرام.